واسطى انا مش هيلك اصلا ان احنا هنصور. هو ايه الشغل ده يا عم؟ هو ايه يا عم ده يا عم؟ ايه الشغل ده يا عم؟ ايوه حبيبي. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. المفروض يا جدعان رجعنا للمقالب تاني. الفيديوهات اللي انتم بتحبوها رجعنا نعمل مقالب بالتاني يا جدعان. فكره الفيديو يا جدعان قبل بس ما اقول لكم على فكره الفيديو، انزلوا دلوقتي على دوس سبسكرايب او لايك للفيديو ده عشان تنضموا لاداش مان تيم في اليوتيوب كله، تيم الاشباح. المفروض يا جدعان ان احنا معانا تليفونين. التليفون ده كان تليفون بس الله يرحمه بقى عامل ازاي، كل حته لوحده الله يرحمه. المفروض يا جدعان ده اللي هننفذ بيه المقلب، وده برضو بقى بس ده مكت، ده كان تليفون حقيقي وده مكت. المفروض يا جدعان بقى ان التليفون ده فيه مميزات جامده جدا جدا. بصوا الظهر بتاعه عامل ازاي، بصوا يا جدعان يعني لو عملت عادي ما بيتكسرش. ايه تليفون تعمل بيه كده بس ما بيتكسرش عادي. المفروض يا جدعان التليفون ده فيه مميزات، بصوا مالوش زراير من هنا ولا ليه زراير من هنا، الزرار بتاعه من ورا وبيعلي من هنا وبيموتش من هنا. والله الله في حاجه زي كده، ايه ده ايه الحلاوه دي. المفروض يا جدعان بقى ايه ان انا هنفذ دلوقتي الملعب في محمد ياس. المفروض ان انا هجيبه هنا وكده اقول له هات يا رصيد، وهعمل نفسي بنصور بقى وبنصور تحدي وكده، واقول له هات تليفونك يا رصيد، وهم جاي واخد تليفون وكده زي ما انت شفت. يعني هعمله كده حاجه، هات بقى تليفون تاني كده مثلا. يعني بس لو جبنا ده اهو شغال اهو اهو. بصوا يا جدعان الواد العسل ده يا جدعان لهوي. زود الوقت على ما سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو عشان تنضموا لهنا شمال هنا في يوتيوب حته الاشباح يا جدعان. هنزل لكم فيديوهات جامده ومقالب جامده، بس انتوا فرحوني بقى. عايز الفيديو ده مثلا ايه 1000 لايك كده، 1000 لايك كده، كومنت حلو كده يشجعنا. وانزلوا يا جدعان اكتبوا لنا افكار فيديوهات عشان لما نلاقي مثلا حد كاتب لنا فكره فيديو والفكره دي تعجبنا هنعملها. يا جدعان اكتبوا لنا افكار فيديوهات كده. المفروض يا جدعان بقى عشان ما نلغيش كتير دلوقتي هنرن على محمد ياسر. المفروض يا جدعان ان انا دلوقتي بقى هرن على محمد ياسر يا جدعان، بس قبل ما ارن انزلوا دلوقتي على السبسكرايب عشان هنعمل مفاجاه ضرب نار عند ال 10000. والله يا جدعان انا لو قلت لكم على المفاجاه هتنزلوا دلوقتي حالا توصلوا لي 10000. اهو يا جدعان برن اهو ثانيه هنكتب اهو. ايوه يا ايس. انت فين يا ايس؟ انا بحط اكل الفراخ. فين؟ بحط اكل الفراخ. بتحط اكل الفراخ؟ اه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيلي بس على السطح 5 دقايق بس بنصور فيديو كده وخمس دقايق وهنخلص، تعالى بس عشان عايز. اكل الفراخ عشان ما تشرحنيش. يا عم ده 5 دقايق بس يا عم وبقى احط لهم تاني. طب يلا بس بالله عليك. ها؟ بحاول ماشي بسرعة يلا. سلام. سلام يا ايس. المفروض يا جدعان بقى ان احنا دلوقتي في انتظار محمد ياسر. المفروض يا جدعان ان محمد ياسر طالع اهو، سامعين صوته طالع على السلم ومعانا اللي بيصورنا بيه صوت. حبيبي. المفروض يا جدعان ان هو طالع اقول لك. ايوه يا ايس. اخويا. عزيز. يا حبيبي تعالى عايزين نصور كده فيديو كده في السريع كده 5 دقايق بس. ايه تليفونك بس دي يا راسي ترن على واحد صاحبي عشان كنت قايل له ان هو هيجي يصور معانا وكده. واحد يا ابني بيدندن قبل لك هديس. ايه يا حبيبي في حريقه يا ولد. المفروض اجد عن ان تليفونه زي بتاعي بالمناسبه، يعني تليفونه زي بتاعي. انجز اصلا انت فين؟ مشوار. هو اسطى انا مش قايل لك اصلا ان احنا هنصور. هو ايه الشغل ده يا عم؟ هو ايه يا عم ده يا عم؟ ايه الشغل ده يا عم؟ We'll be right back.
استنى بس استنى يا جدعان عشان لو لقيت المكتب حاجه تعالى عشان مش حالي. بص يا جدعان تعالى انت كسرتهولي صلحهولي بقى. يا صلحك ايه؟ عايزك تصلحه. ماشي يلا جبت الفيلم كده. اه هعمل حاجه. هتعمل ايه؟ اعمل حاجه والله. لا هتعمل ايه؟ يصحى اعمل حاجه وخد. اه وكتاب اللي هعمل. لا ما ودوش لحاجه. ايش السرجه؟ طب صلحوا لي بس. هصلح وكتاب. لا 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 صلحوا لي دلوقتي عشان ما يقلش مني. طب عديني يا عم كده. ال جي 4 تن 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 تن. طب يا حلاوه. يا حبيبي. طب بيعيط من شويه. ده يا جدعان عبده انسان. كنا قاعدين بنلعب بلاي ستيشن تحت امبارح. كنا سهرانين لحد الساعة 4 الفجر. احنا ما بننامش. ما فتاك ده ان احنا ما بننامش غير لما بنصلي الفجر. الحمد لله. ربنا يهديك ويهديه ده يا رب. ما فتاك ده ان هو كان بيت عندنا من امبارح. نفضل ان انا هنزل برضو عايد كان فور الثاني ده. بس ده امه. بص يا جدعان. استنى لسه عشان هنعمل في عبد نصير. استنى. ده شبيه من بتاع عبد نصير. بص هو من ورا كانه ولا في اي حاجه. ده شبيه من بتاع عبد نصير. اه هو بيت عندي تحت. دلوقتي بقى يا جدعان هننزل انا والبيس والاس. يلا بينا. تاخد عن ان هو جوه في الاوضه اللي في الوش دي. احنا داخلين نقطع في الاوضه دي. نايم زي الطول. نايم زي الطول. And his name is يلا وحش قاعد تصور. طبعا صور. بس عايز انا بيسو. يلا نعمل. بس عشان عايز يدي صور. وده زرع بيسو. يلا اه بس السلسله يا جدعان. اه يا عم عيل غني غني. يلا بص لابس سلسله زرقاء عليها عين. ابوك معاه فلوس. يا اسطى انا عايز انام يا اسطى. ده هزار. يلا بس عشان هنصور يا اسطى. في النور يا اسطى. انا مش عايز حته. هنصور يا اسطى. مش قادر والله. عايز انام. قال لك هنصور. طبعا صور ايه مش يا عم. طب استنى هات له الطيب ده يا ابني. ولا هات له الطيب من جنبه عشان وش العكر ده. وسلي وسلي الناس يا ابني ما تشوفوش. اخدت لي جل الشراب يا اسطى. هو ده هزار يا اسطى. هات يا عم. طب انت عايز ايه يا بيسو؟ معاك رصيد عشان معيش رصيد والله. انت عارف مش معاه والله كتير. اصل البت اللي شحمال موجوع قلبي والتعب. استنى بس انت مرتبط؟ لا بكلمهم زي اخواتي كده. انا لسه ما ارتبطتش. طب هو انت مرتبط؟ مش بفكر انا. نشوف لك واحده دلوقتي. نشوف لك عروسه من الفانز. يلا والله انا نفسي بس هخش البيت من دلوقتي. يا جدعان الانستا بتاع سيبولكم تحت الديسكربشن اي بنت نفسها. عبده موجود. المهم فين تليفونك بس؟ يا ابني مش معاه والله راسي كتير. فين تليفون؟ اهو. حلو ده. استنى بقى عشان ايه؟ روح يلا نقعد معاه بسليه. نتكلم بس. ايه ده؟ ايفون. ايفون ايفون ابيسو. انا ماشي زيرو. الو سندر استجرز ما ردش. الو يا حبيب اخو. خليك قاعد. انت فين؟ في مشوار؟ هو يا اسطى انا مش هقولك اصور. هو ايه الشغل ده يا عم؟ مشوار ازاي يا عم؟ انا هنسي. هو ايه اللي انت عملته ده يا بيسو؟ يا لا هو ايه اللي انت عملته ده يا عم؟ انت تعبان. ده ايفون. انت تعبان يا عم انت. يا لا هو ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ هو اللي مؤاخذة اعمل بيها ايه دي يا اسطى؟ عبيط يا اسطى. يا لهوي والله يا اسطى مقصود مؤاخذة. انا اسف. هو عامل بيها انا ايه؟ معيش غيره يا عم. يا خرابي يا عم. لا البت اللي من فزع. ام الهزار يا عم بقى. يا عم البت بقى. البت اللي من فزع هتجيب لك واحد. طب ام هزار يا عم. ابيسو ما بيمسكش. ابيسو مش يا عم. خلينا ننام يا اسطى. امشي ده اهم حاجه. لا لا التليفون يتصلح يا اسطى. يتصلح ازاي؟ ماليش دعوه. صلحه يا عم. هات لي واحد بقى. خلاص مش نافع. ام الهزار يا عم ده. طب عايزه؟ عايز تليفونك؟ عم انا معايا غيره. عايز تليفونك؟ اه عايز تليفونك. هو ده اعمل بيه يعني؟ ده بقى التليفون ده بقى مرايه اعمل بيه في حواجبي. اوه قلت تليفونك.
هو ده تليفون يا بيسو؟ يعني انا اصلا مديك ده كده يا اسطى؟ انا مديك ده كده؟ يعني ايه يا اسطى؟ والله بس استنى هو ايه يعني ده يعني؟ والله يبقى وتليفوني يعني والله العظيم بقص حمار وعطا وده تليفونك؟ وتليفونك سامسونج؟ وده ضهره ده مقلب يا بيسو؟ حاسب يا عم انت كمان انت عم يعور ده مقلب ولا الواد ده عايز يتاكل علق جدع بتاع الفراخ يطلع بره بقول لك يا بتاع عجوز الهند انت في ايه؟ خلاص خلاص اوووو رجلي هنجوز له الصبرة ده استنى هنجوز له الصبرة ده جدعان معاه ايفون قوليله بحبك يا عبد اه جدعان وحطيت صورة بيت عسل زيه كده الله يا اسطى التليفون هي هي دي ولا يا عبد استنى بس عشان احس قوليله بحبك يا عبدو احلى مسا عليكوا يا ناس حبيبي مفتاج تعالى اللي احنا عايزين نشوف عروسه لعبده فيا ريت اي بنت نفسها ترتبط بعبده هسيب لكم اللينك الانستا بتاعه استنى عايز اقول حاجه انا الحاله بنك معايا يلا بقى ننهي الفيديو استنى سيبها هي اللي هقول حاجه ايه والله ما تخاف لا والله لا تقول ابو ندفه اهو استنى طبعا يا جدعان وكده دي كنا نهايه الفيديو النهارده لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوس لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان عايزين نتم ال 10000 ونشوفكم الفيديو الجاي سلام ايوه حبيبي